الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت وزارة التخطيط الحالية أنها بصدد إجراء مسح جديد لحساب نسبة البطالة في العراق، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إنه من المؤمل إجراء مسح جديد للبطالة في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفا أن الوزارة ما زالت تعتمد على المؤشرات السابقة في العراق والتي تشير إلى أن نسبة البطالة هي 13.8%. يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أكد أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 40%، وأن نسبة انتشار الفقر بين العراقيين بلغت أكثر من 31%. حذر مصرف الرشيد من التعامل مع أي شركة تدعي اعتمادها من قبل المصرف لمنح السلف والقروض للعراقيين، وقال المصرف إن فروعه مفتوحة خلال الدوام الرسمي لاستقبال الزبائن للتقديم على القروض. أما بالنسبة للسلف الشخصية فيتم التقديم عليها من خلال الرابط الرسمي بدون أي مراجعة، مضيفا أن المصرف يخلي مسؤوليته المالية والقانونية من أي تعاملات خارج فروعه. أكد مدير ناحية مندلي في ديالى مازن الخزاعي ارتفاع معدل توافد القوافل التجارية الإيرانية عبر منفذ مندلي، فيما كشف مصدر آخر عن تراخي الإجراءات وعودة سيطرة جهات متنفذة على دخول البضائع الإيرانية. وقال الخزاعي إن معدل دخول وتوافد شاحنات تجارية عبر منفذ مندلي ارتفع من 50 إلى 100 شاحنة يومياً، وأضاف أن التبادل التجاري ازداد بنسبة كبيرة في المنفذ مقارنة بالفترات الماضية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وأشار إلى عودة الجهات المتنفذة للسيطرة على عمليات التبادل التجاري ودخول البضائع على الرغم من خضوع المنفذ للسيطرة والمراقبة الأمنية. لوحت شركة تسويق النفط العراقي سومو باعتماد المعايير القياسية أساساً للتسعير المستقبلي لمبيعات النفط الفورية، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة في موضوع التسعير. وقالت الشركة إن العراق في الوقت الحالي يستخدم أسعار البيع الرسمية كأساس، لأنه يريد قياس الفائدة والتسعير للنفط الخام، لافتاً إلى التغيرات السريعة والتقلبات في السوق، وهي تتطلب جهاز استشعار لمعرفة أداء أسعار النفط الرسمية. وعادة ما يصدر العراق مناقصة شهرية للبضائع الفورية التي تباع عادة بسعر أعلى أو بخصم على أسعار البيع الرسمية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بدعم من حالة التفاؤل إزاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من جائحة كورونا، وكذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين انخفض معدل التسريح من العمل في شهر آب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 24 عاماً، ما يشير إلى نشاط بسوق العمل على الرغم من وجود إصابات كورونا جديدة. انخفض الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريباً مقابل عملات مناظرة رئيسة قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقليص مبكر للتحفيز. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات مناظرة بعد أن لامس في وقت سابق 72.151 نقطة للمرة الأولى منذ 5 من شهر آب الماضي، كما استقر اليورو تقريبا عند $1,878 بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة لأعلى مستوى في 10 سنوات. ختام الموجز بأمان الله.